فوج مغاوير البحر بلش كسارية ضمن فوج المغاوير سنة 1995 وكبرت السارية وصارت بال 1997 بفوج متمركز بمنطقة مستيكة. سنة 2008 انتقل الفوج على السكنة يلي انعملت له خصيصاً بمنطقة عمشيت الطريق البحرية، ومن هالسكنة يلي بتحمل اسم العقيد الشهيد ميلاد النداف بينطلق الفوج لتنفيذ مهمته بكامل الأراضي اللبنانية. أول معارك للفوج كانت معركة الضنية بسنة 2000. انتقل بوقت الفوج من سكنة بهجة غانم بالقبة باتجاه جرود الضنية بواسطة الطوافات. نفذ الفوج مهمته بنجاح بالقضاء على مجموعة التكفير والهجرة الإرهابية، بس الثمن أبداً ما كان رخيص، لأنه الفوج دفع أول ضريبة دم وسقط له 3 شهداء بأرض المعركة. المعركة الثانية كانت معركة نهر البارد سنة 2007، بس بعزيمة أكبر وإصرار أكبر قدر الفوج يخوض معركته ويحقق مهمته بنجاح. 22 شهيد، أكثر من 200 معوق وجريح. عام 2008 بلشت الأوضاع الأمنية بمنطقة طرابلس والشمال، وازدادت وتيرتها مع بداية الأحداث الأمنية بسوريا عام 2011. بهالفترة كان الفوج عم يطفي حرائق الفتنة المنتقلة وصولاً لسنة 2014. بهيدي السنة حاولوا الإرهابيين يحققوا حلمهم بإقامة إمارة إرهابية بمنطقة الشمال، وحاولوا يشغلوا الجيش بمنطقتين مختلفين. أول منطقة منطقة طرابلس اللي تعتبر العاصمة الثانية للبنان، والمنطقة الثانية هي منطقة بحنين والمحمر. بس الفوج من جديد قال كلمته بالحديد والنار، وقدر بـ 24 ساعة أنه يقضي على المربعات الإرهابية بالمنطقتين. تختلف مهماتنا عن مهمات الأفواج الخاصة بالجيش اللبناني برا بأربع أبعاد: بر، جو، بحر، وتحت البحر. طبعا مش كل مهماتنا قتال مثل كل أفواج الجيش، بننفذ مهمات إنسانية كمان. بسنة 2003 سافرت مجموعة من الفوج على كوتونو، وانتشلت الصندوق الأسود وضحايا الطائرة الأثيوبية، وكانت أول مهمة للعسكر للجيش اللبناني خارج أراضي الوطن. سنة 2010 وبظروف مناخية صعبة كتير نفذت عناصر الفوج 1500 غصة من دون إصابات لانتشال ضحايا الطائرة الأثيوبية. كانوا بيتفاجئوا لما بيشوفوا بنت لابسة بدلة لفوج مغاوير البحر، منهم بيعبروا عن إعجابهم بكلمة برافو، منهم بيستغربوا. اللي فكر إنه البنات بالجيش اللبناني هي شغلة جديدة، أبداً مش هيك، هي قصة قديمة بلشت بأوائل التسعينات، يمكن مش بالعدد اللي نحنا فيه هلأ. الشيء الجديد وجود البنت بقطع مقاتلة، نحنا صرنا 40 بنت بفوج مغاوير البحر. بالنتيجة هيدا تعبير عن إيمان راسخ وثقة مطلقة لقيادة الجيش بدور المرأة اللبنانية.